منتجع البحر الفضي في حي الفرسان بالدمام خلف محطة بتروسحاب مباشرة، عبارة عن 4 شاليهات، كل شاليه فيه مسطحات خضراء، ألعاب أطفال، مسبح، مجالس، في مجلس خارجي يطل على الساحة الخارجية. الآن راح نشوف المسبح. المسبح الميزة فيه إنه مغطى بالكامل، هذا المسبح مغطى الحين جالس يتعبى، ينظفونه يوميا، وفي ناس مستأجرين بيجون بعد شوي. المسبح 6.5 متر في 3.5 متر، أما العمق فيبدأ من 70 سنتي من هنا إلى 160 سنتي. وهذه الصالة الداخلية مساحتها زينة مناسبة، هنا في مطبخ في الزاوية، في ثلاجة، في ميكروويف، في فرن. أنا الآن في غرفة النوم أطل على الساحة الخارجية مثل ما تشوفون. في إمكانية المبيت لها سعر خاص، السعر بدون مبيت 1200 أيام أسبوع، 1500 في الويكند. السعر لمتابعي سناب الشرقية خصم 100 ريال، 1100 أيام أسبوع، 1400 في الويكند. عندهم بعض أيام العيد متوفرة ما حجزت حتى الآن، تقدرون تستفسرون منهم عن أسعار العيد مختلفة طبعا. بعض معلوماتهم في سناب الجاي أسويها كابشر. طيب أوريكم بعد النموذج الثاني عندهم من الاستراحات، متوفر بعد المسبح نفس المقاس اللي قبل، وفي بعد مسبح أطفال، هذا حسب الطلب مجانا، إذا تحتاجونه تطلبونه يوفرونه لكم. النموذج الثاني فيه الجلسة، فيه الألعاب، مسطحة خضراء، هذا المجلس، وعندنا هنا بعد الصالة وغرفة النوم. هذا المجلس في النموذج الثاني يطل على الساحة اللي برا. نشوف الصالة غرفة النوم النموذج الثاني، متوفر المطبخ نفس نظام النموذج الأول، هذه الأثاث اللي في الصالة تطل على الساحة الخارجية. غرفة النوم نفس مقاس النموذج الأول مع حمام تكرمون وتطل على الساحة الخارجية. حتى المسبح بعد ترى تشوفونه من غرفة النوم. الشيء الإضافي في النموذج الثاني اللي هو الغرفة، هذه غرفة صغيرة تطلع على برا. كذا انتهينا من تغطية منتجع البحر الفضي في 4 شاليهات، نموذجين وريناكم إياها. الآن تقدرون تشوفون بس حجم المساحة وكيف الصالة تطلع على الساحة الخارجية. بحط انستغرامهم في السنة الجاية، تابعوهم، الله يوفقكم ونشوفكم على خير.